أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس العاشر من دروس فقه الأسرة، رثمة الدرس 19 ذي الدروس فقه الأسرة. السجين وضريم الموضوع قرناس أركان عقد الزواج، الأركان لي بيلي ذي الصح يفنى في خمسة لي بيلي ذي مقرانا لانت لي ديتاي الفقهاء انت ديني غن بعد لان بعض العلماء ناند أركان عقد الزواج ثلاثة. أشكون هما ثلاثة؟ الزوجان أو محل عقد الزواج، والصيغة الإجاب والقبول، والولي. لأن العلماء دينان لا، أركان عقد الزواج سين فقط، سين لي بيريذ قرانا الإجاب والقبول، لأنه قال دينان أربعة، لأنه قال دين خمسة. نكون ثورة دينا سينتاز الخلاصة أم بعد الاختلافات الفقهية أثنتي دينا تقوم كامسنت يعني في موضعها. أركان عقد الزواج وقيد الموضوع الحلقة بوسط إن شاء الله، لي بيلي لاك دو مارياج عقد الزواج اللي انت خمسة تركيز تمزور ثم كدينا تشرح ثوري وثيوث تمزور قرناس الإيجاب والقبول. أدعي وذغ قرناس الإيجاب والقبول نقرناس الصيغة هي آخر ما يفعل في الحقيقة، آخر ما يقال، ولكن الزيور غذيكس خطر نسيد الساس هو أساس عقد الزواج. قرناس الإيجاب والقبول ذي الفقه من ناحية الفقهية، نقرناس الصيغة من ناحية الفقهية. نكون استقبالي ثسينين أظلف النسبة ربي ذنفي ما رضلفنا كي النسبة تقيم قرن الصيغة. أشي الصيغة الدهبلة؟ الصيغة معناها الإيجاب والقبول. ثورة الشرحة غي يوثيوث أشي المعنى يس الإيجاب. الإيجاب ذي التعريف الفقهي المعنى يس الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي. تقرأ ديفينيسيون باولا كلمة الصيغة المعنى يس ذوال أمزوارو أرادي فغان سي طرف أمزوارو خطر لاكتي ساعة زوج أطراف سي لعب ذا أمزوارو المقصود يس باش هذي خدمي ونلاثر ذي الشرع. ودني غارة الإجابة هو الإرادة الأولى الصادرة من الرجل أو من الزوج. خاطئ نغد صادرة من الطرف الأول ستادير الزمراتي لسي قرقاز أري جوجن نغسيبا فاسن تمطوث نغجديس نغعميس نغول سيدي مثلا ذينا. أما القبول بالمناسبة نقرى القبول خطأ شائع ماشي بضم القاف بفتح القاف أشي القبول، القبول سيفو أدين القبول خطر ذي تعرفت الحرف الحركة سعزالة الإجاب والقبول بفتح القاف. ألور تصوروا معايا أقلق يون المجلس اسم شاكما يذير جوجنا مازال بيان نغلي معايا يون سيليباتير بيان كما تنغي يذير يعني يسغر الفاتحة إن شاء الله باش اسم يشفو بيان. ألور كما تنغي يذير ما لا يزوج إن شاء الله الفاتحة تسغر بخمر بين الجامعة إن شاء الله لأطيق الفاركة زيادة. ألور ذا شو قلق قد يحضر المجلس وقاذني الحاضرين كامل قرنس مجلس العقد مجلس العقد ستادير ماشي غير نوتاري قلا وقسي أبار وين ديسم بعد وين قضية التوثيق نوتير لابيسي عند ضابط حال المدينة وين سي أبار وين داخل في الشريعة فيما يسمى بالمصالح المرسلة. ثور نهضر في الفاتحة ألور الفاتحة يكباشة ليجيتيم 100% أول حاجة يلقى الإيجاب والقبول. إيجاب الشيني ينطقن الفافاس نتمطوث فافاس نغعميس نغجديس نغكذا. ألور إما ذي شي مذن تسا أري زوير نكوني ذي لكو ذي الأعراف نغلي تراديسيا ذي راي زوير يذير نغفافاس نغوني ينطقن سيسميس البورت بارولينس الناطق الرسمي وقيد العرف ولكن من ناحية الشرعية يزمر فافاس نتمطوط هسيني أيذير فكي غاك يلي مثلا فاطمة يلا قد يفذري اسمي ساخة نكوي ذغالي زالجيريان تسحد نفذري اسم
غنا اون ديرنيير مو نسعى العقده ثقي، ولكن من الناحيه الشرعيه تذكر الاسماء خاطر ما الا واقي مثلا اقول كثير يسعى اربعه يسيس ثلاثه يوث اسم فاطمه يوث الجوهر يوث كذا يوث كذا الى قد يني اسيني اي ذير فكي غاش يلي فاطمه الى قشودا سلان خاطر وين يسعى تصنت حذايين تصنت اللاس الى قد فان انت اتصنت مسالين دي الشرع جوزنت نكون حرميثنت اتصنت مسالين الشرعين ايش بزاف لاول وتكلف ثرا وكوني تكلف في منا زرت كان شحال الخضوف كاع تخدم لافيت روح الي روتور الي روتور الي روتور كاش نهار حين وين قبلك ايش الفاتحه شونت شطرت مغرا غنشطرت مغرا تكاليفه وكم صروف زياده وكذا ام بعد ثمغرا فروين ثاسنسين الحني ثمغرا زرمه كل ام بعد ميت كفاث مغرا الجي في خلا الحاصل اشينا غرق غلي دات المده ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتكلف ثرا اين مو الزمير مالا كل يوم ثلاث مرثيس يكون يتكلف ان دم ولا قرا نكلف في مسال ديننا الشرعي الا قاتل توالين بيان في كاذن الا وندان غفل فلاسنت الور من الناحيه الشرعيه يجوز باش قال لي يذير انت ينتقم بين اي يذير في كيراك اللي فاطمه وكي قرص الايجاب الاراده الاولى الصادره من الطرف الاول بغيه احداث اثر شرعي ما الى الكونترير لانفيرس يجوز يذير نغولا دين تقن سيسميس اسيني الفلاني ظل بك نسبار بذن بيث في كضي اللي فاطمه ذا وكي قرص الايجاب وكي ايجاب وكي ايجاب كيف كيف وي السين لا ريبونس ني الجواب ني وكي قرناس القبول ما ينطق مثلا يدير اسيني الفلاني فكي كذا 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 وين اسيني قفلغ اسيني قفلغ وفقغ ارضيغ يعني اي كلمه تفيد معنى الرضا اي كلمه مخذ منك عثن الركن الاول لو برومي بيلي فغد عثاني فغد برومي بيلي دوا ايوا ولكن نرجع الى مثلا دينا التمثال الولي يعبر عن رضا المولى عليها سيتادير بافاس تقشيش ثني يبوي درضا قليس خاطر يثمثن الشرع النغو الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصيق لانداكي ان يحي لا قرضان تمطو في ساعه غزال ولا قالت يفكس الفغيس بالسيف في اللاس انشتاكوري جوزاره وان كان زيك يثمثن يضر وشياكي لو برومي بيلي عاتسي تقشيش ثني ثرضا رضا في كثي فافاس وذاكي كان تفاصيل ما إلا يوث بكر ما إلا ثيب ما إلا تجوج رجامي ما إلا تجوج ديجا يموت ورقايز غيفراياس نبي صلى الله عليه وسلم في التفاصيل كما مثلا فينا كون جوج رجامي وإذنها صماتها فينا ميس سسم معنى يستقبل ولكن المرأة الثيب تعبر عن رضاها سينا ديجا تعاود جواج تجوج ديجا يموت ورقازيس يفراياس كذا زمرة تهضر وتسي من عار الحياة باش تهضر مي فينا جامي ونجويج راه زمرة تستحي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنا كمارسيني فاس نغيماس ما إلا السسم فسسميس ذي الموافقة معناها السكوت علامة الموافقة نغما كنقارن علماء الأصول السكوت في موضع البيان بيان السكوت في موضع البيان بيان المهم ملمي فكنا ولا جي قرنس دوال ظل في النسبار بيثن في ذاك لقيت مثلا مسميث الحاجة بجميع اللغة جائز هضر نص قبيليث نص تعرف نص روميث نص انجليزيث بأية لغة تفيد معنى الزواج شرعا سي بور سا الرضا يقين الإجاب والقبول لن تكس دو ديتاي تشرح شوية ألف صافي ند أولا الركن الأول أولا ثورة ألف ند تعريف كفاف با شروط صيغة الإجاب والقبول صيغة الإجاب والقبول دو بوان الجواب بجميع الصيغ الممكنة التي تفيد معنى الزواج شرعا يعني يكوى لاستخدام يمذانا أما استقفيلي ثم استعرف ثم بأية لغة
ليسونسييل اولني ادياوي لو سونس ينس المعنى ينس الزواج ذايا ليسونسييل ياخذ معنى الزواج مرسيني انكحني بناتك من الناحيه الشرعيه جائز من الناحيه اللغويه معنى زوجني بناتك استقبلي اسيني فكي اللي يهمني فكي يعني فيها معنى الهيبه نغضل فك الزواج اللي يهمني المهم بأية لغه ياكل كلمه اري اري رفض المعنى ياك جوزنت من الناحيه الشرعيه جيم شروط الصيغه نغ شروط الايجاب والقبول الف باء جيم لان اربعه شروط واحد شرط مزوارو اتحاد مجلس العقد الشرط والسين صدور القبول قبل سقوط الإيجاب الشرط والثلاثة مطابقة القبول للإيجاب في المرأة ومقدار المهر إلى آخره أدفدغيونيون الشرط مزوارو اتحاد مجلس العقد ذا شو المعنى يس؟ المعنى يس مري في ذووال وري لقران أذي يزم أتي الانقطاع بين الإجاب والقبول إلى قذيلي المقابلة يا رسم إلى قذيلي التقارب يا رسم أدفك غير مثال يوناسيني الفلاني في كي اللي يزواج بفاسنا لي كماسي أسيني على كل حال الشروط الزواج وارانت أقلق ذي الوقت في وعار ثورة أقلق ذي الوقت قرن مونديالزاسيون الدوني ثغلايث لا دوفيز كذا وكذا من بعد شو سيرنا تصلو يمسي تفقد منظمة تجاه إفاغ هذا ما يهضر دي مسلين أجي خلاص مشاكة أوري لقارة ذي فغي الموضوع جاوفد غسد في شكاشين يا جماعة على كل حال مرحبا يسيش شين سفاملتي الهان الشرفة دوك انت شرفة ان شاء الله اقلق فلاق معليش ما يفكد اكاد دو تروى مينوت يفكد اتدور كان ذين معليش اما الا يفاق يكشم ذي لويمسي يكشم ذي لفيمي يكشم ذي زلزلة يروح يذيهين الور اين سارجو اروفير اروفير سي بور سا مدين الفقهاء اتحاد مجلس العقد سمحوا لي بعض الناس بعض الكتب مالوريزمون امش فهم الشرطاجي فهمنا كي المعنى يسمح دفتا لا كيسيون الى قال لي ديال القاعه ما دخل طوموبيل دخل الفافور دخل لافيون نو كيف فهم سيدي ولا قال سيدي ماري مثل دخل طوموبيل اشيني فكي اللي كان الفلاني ادغالي سكرا موتور دي ماري سياري وضربو خلفه شيني قفله غاسيون نو العقد ميم ذي لافيون معليش غاس لافيون خلحو اما ذي الفافور اما ذي الطوموبيل ما مفهوم مجلس العقد محسوب ماشي ذا مكان نو ذوال اتحاد مجلس العقد مع لازم تكون تقارب بين الايجاب والقبول وتكون مقابله بينهما الشرط والسنايث مثلا صدور القبول قبل سقوط الايجاب ستدير إلى قذ يقفل وينا والسين قفل ذي الجمع وينا الإجابة وليس وقيل معنيس لازم يصدر القبول قبل سقوط الإجاب ما قبل سحبه وقيل الشرط والسين الشرط الثالث أن يتطابق القبول مع الإجاب في أمرين الأول في محل الزواج أو في المرأة المراد الزواج بها والسن في مقدار المهر ذا شو المعنى يس مرين تقوينا أسيني الفلاني أفكي يليك فاطمة ثفان ما كود لقد يفذر اسم وينا أسيني فافسني أسيني قفلاغ فكيغك يلي الجوهر هذا خطأ من ناحية الشرعية القابلني إلى قادر يتفق مالا سين الفنفكي اللي فاطمة أسين قفلغي فكي اللي فاطمة أكاد ديركت
وكذلك في مقدار المهر. بون ثاع مام ثاقي ماشي السومه، بعد نهضر في ان شاء الله بالك في نهايه الدرس اليوم، ماشي السومه ابدا، ولكن ما الا يون يناد المهر قلي مثلا ذ لاباريون ذهب شيني زمات نيغوسي راسين باللي سنقسي والزمير غارة وكذا، معليش ما كاش مشكلة، ولكن ولا قال دين الرقم أقل من ذلك بدون حديث، بدون حديث يذكر. هذا هو المقصود باختصار. إذن الرضا إذن يجب أن يكون بغير إكراه. الرضا أنت مطوثة كذ ورقاز يعبر عن الرضا أو التراضي في مجلس العقد بما يسمى بالإيجاب والقبول. نغمي قرن الصيغة. إذن باختصار لو بيليام زوارو في عقد الزواج ذا شوث الإيجاب والقبول، هذا هو قيام زوارو. لو دوزيام بيلي ذا شوث الولي. الولي الولي قيث مثلا ذا شوث لا تعرفينس، هو شخص منحه الشرع سلطة على نفس الغير أو ماله أو عليهما معا. أوجيل أوجيل هذه سعول تيوتر وين نرثي ربي نرثي الصغران إلى آخره إلى آخره، وين نرى يرفض نرى يجرين شييس أوجيل مثلث بافاس بافاس يجاد تريكا يجاد في حالوس يجاد شو ديجا في بحيرة شو ديجا ولا يجرين كل شو ولا جينس ما كذا مشطوحة مشطوحة ولسينا رصلاحيس يحواج يون قرنس ولي، إما يكون ولي واحد قرنس ولي على النفس والمال معا انت راه يجيرين كلش يسير كل شيء الكوتي مورال الكوتي ماتيريال الجانب المعنى والجانب المادي، إذا مرة ذي الإنسين يون الكوتي مورال القرايانس نصرف جانس ناكل أمورني كامل ورثني عاني ويحفظ فلاسن، ويض الجانب المادي تحانوت نغض الشركة نغض كذا نغض كذا مفهوم. والسين با الدليل الشرعي، لا شو الدليل الشرعي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدة عائشة لا نكاح إلا بولي إلى آخر الحديث، معناتها الزواج باش هذي لي يصحى للشرع إلى قضي الولي تمطوث ولي المرأة وقيبا أثناء الحديث. جيم شروط الولي، ذا شو شروط الولي؟ الشرط مزوارو أن يكون أهلا، هذه سعو الأهلية إنسان إلى قذيلي كابابل ولا قذيلي مثلا ذا قشيشة مشطوح نغذيليون ذا يهفل ذا مسلوف ذي العقدة كدي برزنتيون ذا مسلوف وريجو زرع العقدة إلى قذيليون عاقل بالغ يسعى الأهلية. ثقي قرنس الفقهاء أهلية الأداء ماشي أهلية الوجوب، خاطر الإنسان أنواع الأهلية أهلية الأداء وأهلية الوجوب. أشو الفرق بينهما؟ أهلية الوجوب هي قدرة الإنسان على استحقاق الحقوق وقشيشة مشطوح يسعى الحق هذه يورث هذه التستامون هذه الدوناسيون قشيشة مشطوح. من الأهلية السناث هي قدرة الإنسان على تحمل التبعات نتحمل الالتزامات. إزمر لي زونجاجمون أثن يرفض إزمر يرفض لي زوبليغاسيون إزمر أبت عنده أهلية. وقيل المقصود الشرط والسين أن يكون مسلما مسلما، خطر ينسلم إنسان اللي يرعى الأحكام الشرعية في دون هضره الدور سني عدان، اما الا يوث الساعه يجمع سكرتيان يون ميزولمان دين سلم دين سلم نيك زوار المسيحيين غاص ديك ماسه غاص ديك ماس، ولكن ذا مسيحي ماهوش مؤهل مادام تين سلمت لو تيتورنيا ديال دين سلم وريت سيريارا ذا ذكري ذا يهودي غدا مسيحيين غنمشي لا مفهوم. فبالتالي مثلا أن يكون مسلماً دين سلم. الشرط والثلاثة أن يكون قريباً أذي لي قرفاس
سيدامنيس سكدامنيس إثم الطوث إما غادي يلي فافاس جديس عميس خاليس يونسي الأقارب زنتسان البورت بارول هو الناطق الرسمي هو الذي يعبر عن رضا المولى عليها من ناحية الشرعية هاتنتي الشروط ثلاثة مثلا للولي وذا كي بيان سيور ميزوانا الأبوة مقدمة على البنوة البنوة مقدمة على الأخوة الأخوة مقدمة على العمومة ميزوانا خطر تصن تفاصيل من ناحية الفقهية قلان ما يلولش الأقارب إزمر يوثم سكينتو سارك الولي ياكو وسايفا فاس ولا عميس ولا جديس ولا إزمر تسعو الوكيل ذن تسانغارا تسعو بريزونتين داخل مجلس العقد ألور لفيليام زوارو الإيجاب والقبول أثني ذرا ويسين قرناس الولي ويسلاثا الشهود الشهود قايت مثلا برومير مون الشرعين كان سين المينيموم سين مازاد الماليشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل إلى قذلين سن الشهود للمينيموم ولكن هذه الشهود عدول معناه لم يجرح في إذا كانوا زوج لم يجرحوا في عدالتهم إلى قد وقد معروف استيذتس ما شد هذا يقول عبد وقد يسيد ديفن وقد انكران وقد يشهد الزورة لطيف خطر قرنك الشهود دوني في الشهود الآخر خطر دو تيموان يقشوا المعنى نسان ما انت هذا حضر العقد أزكى ما يضرين الكونفليون النزاع يا لس أدفك الشهادة أدفك الشهادة سيبوزهم خلفنا في ثامن في المهر أش حال ولا ديفك الشهادة لا تيموان يقيني أدو غالن الشهود صفي لتيموان يقي الشهادة للتوثيق والاستيثاق صفي الشهود ساعة نزال لو مينيموم سين ما ثبوت داتا سكينا ربي ولكن ده قيث مثلا ده الشهادة تسعى الشروط الشرطة مزواره من الشهادة أن لازم يكونوا اثنين فأكثر لمني مو ملا قادرين سين وتسوي له يون يون خاطئ إلى قد داويل سين للمينيموم الشرط ويسين الشهوداجي إلى قد سعون الأهلية أهلية الأداء أهلية الأداء يعني ينزما ديو يعني ينم سلوفا ياكذيون العاقل نو إلا قاثين ديوي إيسين عاقلين سعان يعني الأهلية الشرط ويس ثلاثة لازم الشهوداجي أذفه من الإجاب والقبول في نظرك إني خاطر لو كان الهضر نصد قبايليث وقاذني ديبوي والسينار ثا قبايليث الليلة قاسد ترجمن نغو قاذا قيد القبايل والسينار كل حرف انت عرفت ولا شيث سرتو ما ظنص الفصحى يا فلان يا أبا فلان زوجني بنتك يا فلانة أنكحني بعد سنة رضيت وبعد سنة شو هضرنا كذا يا شو هضرنا إلى قد ترجمة سيبوصل الشيوخ الله يبارك استرجي من مراقي قال هاتي شو يظهرنا شو يظهران إلى قام كيكون دنيغ العقود باش هذين تصحانت إلى قادين تصفانت إلى قادين تكليرين واضحين ما فيهاش غموض طيب تقيث مثلا الشرط الثالث هو الشهادة نكمل باختصار الأركان أجيم بعد دفك التفاصيل درس باش تكون يعني كاملة الشرط ويس ربعة الصداق الصداق هذا يثمثن ذا شوث الصداق نقارس تعممث سقبيلي على كل حال كان بزاف العلماء اللي قال ليس ركنا هو الشرط من شروط الصحة كان تفاصيل سأذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله ولكن ما كيكون دين هذه المقدمة الحقص المنهج جنيد في شراكني الصدق هاجي ذا شو المعنى استعرفين ألف تعريف الصدق هو المال الذي يقدمه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج نغ المال الذي يجب للمرأة في عقد الزواج تعمم ثقيث مثل سعى العلاقة غلاكت ما شمش ربو يضع تحارن ساكن تبري الخضوفقة سيفو ثمنا ذي الشرع وريجو زال ستفكر لهذا يوحد السه
ولكن ساعمام ثم قرن ساعمام ثم تشيث المهر نغ الصدق ربي القرآن الكريم الناد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق نغ المهر نغ ساعمام ثم تشيث تقيس علاقة العلاقة سلعقذ ماشي الخضوف قا أسمي ذهب في خطبة دور سنة عدان ونمسلقنا في الناس تسعى العلاقة العقد وقيت تعريفي نس ذا شو ثنت الشروط الشروط من المهر نغ الصدق باش يكون مشروع الشرط الأول الشرط مزوارو أن يكون مالا متقوما شرعا يعني ذيون الشي ذيون التغوصة يسعى نزال يسعى القيمة يسعى اون فالور ذي شرع أيوة ستدير سلي حاجة مثلا الطوموبيل مثلا ذخام مثلا سفحير مثلا الذهب ذي الفطانة ثياني ذبرق الروح يعني سلي حاجة متقومة نزمر سنفك القيمة تسعى اون فالور وقيل الشرط مزوره الشرط والسين أن يكون طاهرا شرعا ذين لن زديد الشرع ستدير أكرمكم الله ورزمير أسفك مثلا الخمر أسفك كجول الخمر نغسيفك لا دروغ والعياذ بالله نذكروا شيء باش نكونوا على الصورة يعني معنى حاجة لن ذي الحلال حاجة لن ذي الحلال وكذلك العلماء ذي الشرطة قلت جور نند ألا يكون مالا مغصوبا ولا قرأ الشبني أديخر دهفر يفكي ثمتوثيس رجوزانا ألا يكون مالا مغصوبا سيبوصى العلماء إنه وين يغلب الشيطان يخدم الشياقي إنه العقد صحيح وهذا الركن باطل يعني زماد ريكتفي كاش نهار مكثوبة سيني يا مدام زرم الفاتحة اللي مدفكاك الصداق اللي مدفكيغ هاو يوري الصحارة إلا قاعد يفك مهر المثل مهر المثل لذلك يثمثل هذه هي الشروط الشرعية باختصار للمهر أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.